مد ايديا البشر، نبيع بدراعي الحمد لله، نبيع بدراعي. غادي نعاودوا معاك انت يا ام الاربعه شنو كتبيعي الحمل اللي كتبيعوه منين تيجي؟ هادو تيجي هاد الحمل اللي تنبيعو تيجيو من الناس اللي تيمشيو يطلبوه من الديور، هادشي تناخدو انا من عندهم وتنعاود نبيع للناس اخرين. كاينه طبقات، كاينه طبقات في المستوى، طبقات متوسطه وكاين طبقات في المستوى، تما تياخذوا تياخذوا كاينين تيديروا خليع، كاينين طبقات تيديروا خليع طله، فهمتي؟ كاين طبقات اللي فقيره تتجي مع معيداش تتاخذوا تتاكلوا، وكاينه طبقه اللي في المستوى تتبغي بحال قبيله. انا نقول لك بحال قبيله واحد المراه عندها محل ديال لافاج، فهمتيني؟ عندها سيليكان، هي دابحه وما لقيتش ما تعطي داك السيليكان، جات خدات لهم من هنا، يعني صدقه جاريه ماشي عيب، ماشي عيب. جات حتى هي قالت لك انا ماشي في استطاعتي نشري لهم من هنا ونعطيهم، خدات قفه ب 14000 ريال داتها لهم، وبطن قبيله خدات قفه ب 14000 على حسب، على حسب. لا كان اللحم موجود لقد القفه تتباعها ب 100 درهم، كان اللحم طالع قد القفه تتباع ب 30000 ريال على حسب. هذاك الشيء ما مقادش. هذا اللحم ديال نفس النهار ولا كيكون عندكم؟ لا نفس النهار، نفس النهار، والغد ليه تيكون متلج، تيكون في الثلاجه وتيجي يعطيو الناس متلج وتعاودوا يبيعوا وتعاودوا من غير انت دابا اللي كتشري مع المساكين اللي كيطلبوا، كاينين حتى اللي كيطلبوا مساكين تيجيو يبيعوا اللي تيبيعوه. كاين ما عندهاش تسالك، راه كاين اللي راجلها مشدود، كل وحده وظروفها، كل وحده وظروفها. يا اختي هذه هي مشدود راجلها، ما عندها ما تديليه، ما عندها ما توكل وليداتها، يعني اش تمشي اش غدير؟ يعني تتلتج لانها تطلب، تلتج لانها تمد يديها وما تمشيش دير شي حاجه خايبه. تيعطيو الناس، الناس تيعطيو، ما نكذبش على كاينين المحسنين بزاف. بحال قبيله، انا قبيله انا اقسم بالله جاو شي خمسه طوموبيلات ولا سته طوموبيلات اللي جايبين اللحم تعطيو سينيكال. انا جا عندي واحد قال لي، قلت له خويا انا معيده، انا ما باغاش، انا باغا نشرب دراعي، نشرب فلوسي وبرزقي وما تعطينيش، وعيط على شي سيليكان ومشاو خداو. واني اضطريت نشري مع سيليكان، كاين شي سيليكان اللي دا قال لك بغينا ناكلو، وكاين شي سيليكان اللي باعو محتاج، كاين اللي ما عندوش فين. عود لتحت، عود لتحت. السلام عليكم. غير اللي كيشري الحم كيعاود فيا. مشاهدي قناة شوف تي في مرة أخرى في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، احنا الآن كنتواجدوا مع هاد الناس الله يحسن العون، كيعاودوا البيع في اللحم، فإما اللي كيتسولوه وكاين الناس اللي كيشريوه مع المتسولين الله يحسن العون. حتى شي واحد مكره، كلنا كنسعوا الله سبحانه وتعالى. معنا هاد الأخ اللي هو من بين الناس اللي كيعاود يشري اللحم مع الناس اللي كيتسولوه وكيعاود يبيعوه. السلام عليكم خويا مين. وعليكم السلام. شنو واقع هنايا؟ الناس كتشاجر في اللحم، كاين اللي ما عندوش، كاين اللي ما فحالوش كيجي يشري اللحم، وكاين اللي كيجيبوه كيشريوه من عندهم كيمشيو يطلبوه، محتاجين فلوس كيبغي، كاين اللي كيبغي يخلص كرا، كاين اللي هادي، كاين اللي عنده بنان من ظروف وصافي، فهمتي؟ كيحتاج فلوس كيجي كيبيع ويشري هنا، كيجي يطلب اللحم ويجيب ويبيع. كاين اللي ما معيدش كيجي يشري اللحم، كيجي يشري من عندنا اللحم، كاين اللي ما كيما قلت هذه الكلمه ما معيدش كيجي يكمل اللحم، كيكمل. شحال تبيعوا اليوم؟ على حسب، كاين على حسب اللحم. واش الكيلو؟ واش لا ماشي الكيلو، ما كاين لا فينا تبيع شي كيلو، لا ما كاين لا ميزان لا والو، على حسب. كاين قفه صغيره، قفه كبيره، قفه كاين اللي كيجيب خنشه بحال دابا كتشريها من عنده ب 10000 تبيعها بهذيك 12 11 فهمتي، تصور 1000 ريال 100 درهم الا كانت قفه غليظه. واش رايك ملي داك الشيء اللي وقع في الرحبه ديال الحي الحسن؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هي واخا واخا هي واخا هذوك العروبيه تا هما داروا لا فوت وزادوا في الحواله في الاخر حيت حبسها الطريق، ولكن بنادم اللي دا ليهم وداك الشيء ماشي من حقه. كسابه حيت هما داروا الغلط، زادوا الثمن ولاو كيشيروا على بنادم، وكاين كاين شي حوال الاكثريه ما دايزينش في الضحيه وكيبيعوهم لبنادم، وكيبيعوهم لبنادم بثمن غالي، يعني بنادم ما لقاش كيدير، ما هو غلط بنادم ملي تزير غلط. اذا السرقه ما عندهاش مبرر؟ ما عندهاش مبرر، صافي سرق سرق. عادي
السلام اخويا تفضل. السكر ديال سانت اناس. انا اختي مع الصديق ديالي انا في الحقيقه اختي ما معيتش كاين عام بوحدي انايا دار كلهم في الخارج شركه نبيع ونشري قرب المتر كنبيع ونشري انا والدري صاحبي حتى انا ما معيتش حتى انا جاي نشري ما قدرتش نشري رجله ما قدرتش ما قدرتش الحقيقه ما مع بوحدي وداك الشيء باقي ما مزوجش ما عندكش ولا ما بغيتيش تعيد حيت بوحدك لا ما عنديش الحقيقه ما عنديش ما عنديش كنعيش بوحدي دارنا كاملين في الخارج ولكن ما استطعتيش باش نشري حولي حقيقة بزاف عليا وانا ادرويش انا يا ولد كنت خدام وانقاطع على العمل لمده عام دابا واتجهت للاسواق كنبيع ونشري تجاره ودابا استغليت هذا منين تجيكم هذه الحمله كتعاودوا تبيعوا كنشريو من عند الاهالي من عند الناس اللي عند الناس اللي ما معيدينش كاين الناس اللي معيده كتبيع حتى هي اللحم كيبقاش ليها باش تشري المواد الاخرى كتجيب لك اللحم كتقول لك راه هذا من العيد ديالي كاين اللي صاري طالبينه كاين اللي معيده وكتبيع من الاضحيه ديالها كاين الناس عاوتاني اللي طالبينه وكتعاود فيه البيع وكاين الناس عاوتاني كتجيب لك لحوم فاسده وتخلطها لك مع اللحوم المزيانه وتبيعها لك يعني هذا السوق ديال كل شيء يعني تقدر تبيع السيده شرات الحولي وما بغاوش لها ولادها وجابتو هنايا اه سمعت واحد السيده الصباح لقات حبوبه في حولي وولادها قالوا لها ماما ما ناكلوش من هذه الاضحيه هذه فاضطرات انها تجيبها تبيعها وفلوسها شريت بهم اضحيه اخرى حتى هي مقطعه اش لا واش داتها لولادها يعني ما عندها شي حل اخر بحال هذه ما غاديش يبقى لها 100% ما غاديش يبقى لها باش تشري اضحيه اخرى حيت ما بقاش الوقت وتم ناحيه الفلوس بنادم الله يكون في عوان الانسان المغربي دابا راه بيان سور غادي يخسر راه حيت دابا راه درجه الحراره 36 كاين شي لحم غادي يصبر لك في الصيف دابا راه هي الوقيته في كيخنز اللحم يعني اللحم دابا ما يقدرش يصبر حتى نص نهار واش كتعرف انت مذبوح من خلال الدم اللي فيه راه كيبان لك اللحم الجديد اللحم الجديد راه كيبان قبل ما نولي كنبيعو وشري يعني راه باين اللحم ديال 48 ساعه 24 ساعه باين من العين كيبان لك اللحم مدمع كما كنقولوا واللحم اللي كيبان لك ديال 3 ايام 4 ايام راه باين خانز هذاك جميع الطبقات كيشريو اختي من الطبقة المتوسطة الفقيرة حتى الأغنياء حتى هما كيجيو بالكاتكاتات ديالهم تيشريو تيعطيو للخدم ديالهم حيت ما عندهمش حتى هما باش يشريو الخدم ديالهم والعساسة ديالهم وداك الشيء حتى هما كيشريو وكيديروه قديد إلا حشموا وما بغاوش يبينوا صورتهم هذاك الشيء كيرجع ليهم المهم حنا شناهم اللي كاين قلناهم صافي صوري أختي عندك اختي فهمتي اها عرس وشي شويه اللحم غنديه نقدو بقى الثالثه السلام عليكم اذا مشاهدي قناه شوف تي في كما شفتوا معنا حنا الان كنتواجدوا في مدينه الدار البيضاء بحيث تباع اللحوم اللي كياخذوها المتسولين الله يحسن العوان مره اخرى كيف ما سمعتوا معنا ان جميع الطبقات كتجي كتشري من هنا شكرا لكم وإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.